أطلق القرآن كلمة الأم على الأصل الطيب المقدس لكل شيء عظيم. دور الأم الذي أكسبها هذه المكانة يقتصر على مشقة الحمل والوضع والرضاعة، أم أن لها دوراً أعظم بكثير؟ إن العلم الحديث يجيبنا عن هذا السؤال. نبدأ بالطفل في رحم الأم، حيث يعتبر عضواً لا يتجزأ منها. وكما أن حالة الأم الجسدية وما تتغذى به يؤثر على الطفل، فإن مشاعر الأم وحالتها النفسية تؤثر كذلك على الجنين. ولذلك ظهر علم يسمى برمجة الجنين جسدياً وعقلياً ونفسياً داخل رحم الأم. ففي دراسة حديثة أجريت عام 2013 في جامعة غرناطة على 17,000 أم و18,000 طفل عبر أوروبا، استغرقت 5 أعوام، فحص فيها الباحثون تأثير التغذية المتوازنة والرضاعة الطبيعية على الأجنة والأطفال. وأثبتت الدراسة بما لا يقبل الشك أن التغذية للأم أثناء الحمل وغذاء الطفل في السنوات الأولى من عمره هما من العوامل الرئيسية في برمجة الطفل ونموه. كما بيّنت الدراسة أن مستوى التعليم والحالة الاجتماعية للأم لعبا كذلك دوراً هاماً في برمجة الجنين. تؤكد الدراسات والأبحاث أن الحالة النفسية للأم الحامل تؤثر تأثيراً مباشراً على الجنين، فالضغوط النفسية والاكتئاب والتوتر والقلق تؤدي إلى إفراز هرمونات التوتر لدى الأم، وعلى رأسها هرمون الكورتيزول الذي يستطيع أن يصل إلى الجنين عبر المشيمة عندما تزداد كميته في الدم. لذلك تقوم هرمونات التوتر بالتأثير على كمية الدم والأكسجين والغذاء التي تصل إلى الجنين، مما يؤدي إلى مضاعفات تصل إلى التشوهات الخلقية أو تؤدي إلى مشاكل في النمو أو الولادة المبكرة، وتستمر هذه التأثيرات مدى الحياة. إن العلاقة العاطفية التي تنشأ بين الطفل والأم هي أول علاقة حميمة لأي طفل، وتضع الأسس لجميع العلاقات اللاحقة في حياته، بل وتحدد مدى احتمالية نجاح علاقاته المستقبلية وقدرته على التحكم في مشاعره وعواطفه وتعامله مع الصعاب والمحن والشدائد. فعقل الطفل أشبه ما يكون بالإسفنجة التي تمتص كل شيء من حولها، وكل حركة من حركات الأم هي بمثابة رسائل للطفل. تعبيرات الوجه، لغة الجسد والكلمات كلها رسائل للطفل تساعد في تشكيل عقله وتكوين وتوجيه سلوكه. الأم القادرة على الاستماع لطفلها حتى وإن كان الموضوع غير شيق لها، وعند وقوعه في مأزق فإنها لا تبادره باللوم، وإنما تتعاطف معه وتركز معه على إيجاد حل استراتيجي. فإنها تعلمه كيف يتعامل مستقبليا مع التحديات بإيجاد حل عملي، لا بإضاعة الجهد والوقت في اللوم أو فيما لا يجدي نفعه. وجد أنه كلما ازدادت حساسية الأم وقدرتها على فهم طفلها وتجاوبها مع احتياجاته، ارتفعت نسبة الإنجاز الدراسي والأكاديمي عند الطفل، ممثلة في درجات أعلى في اللغة والرياضيات، بل وساعد ذلك على تطور قدرته في القراءة الرمزية والقدرات العقلية والفكرية بشكل عام والتحكم في العواطف والمشاعر. وبيّنت الدراسات أن من أهم العوامل المؤثرة إيجابية في الطفل هي مدى صحة علاقة أمه به واحترام الأم لذاتها وكيانها، كما أن من أهم العوامل المؤثرة سلبا في الطفل الاكتئاب والضغط والتوتر. عند دراسة الأطفال الأيتام في رومانيا والذين عانوا من الإهمال منذ الولادة، وجد أن هناك فعلياً ثقباً أسود في الدماغ في المنطقة المسؤولة عن إدارة المشاعر والإحساس بالجمال والسعادة. وبذلك فإن تربيتهم الأولى حالت بينهم وبين أن يصبحوا أناساً طبيعيين مدى الحياة. وبيّنت في كتابها أن كل تجربة يمر بها الطفل لها تأثيراتها على تطور الدماغ وتكوين شخصية الطفل. فالإهمال والتوتر والتناقض في المعاملة كلها تؤدي إلى تربية طفل متوتر غير مستقر وغير آمن وغير واثق بنفسه، متزعزع أو منعزل.